تعالوا كده نروح نشوف اللقاء مع الطالب محمد أحمد أبو الفتوح السادس مكرر على مستوى الجمهورية علمي رياضة، ونخش بيته في محافظة اسكندرية. أنا محمد أحمد أبو الفتوح السادس مكرر ثانوية عامة علمي رياضة. طبعا الحمد لله فرحان جدا باللي أنا حققته والمجهود اللي أنا بذلته، يعني ما راحش على الفاضي. وأحب أشكر أهلي كلهم طبعا اللي ساعدوني، بابايا ومامتي وإخواتي، وأشكر المدرسين كلهم اللي درسوا لي، كلهم ليهم فضل عليا طبعا الحمد لله. ويعني طبعا أشكر جميع، حتى كمان زمايلي وأصحابي طبعا كلهم بيساندوني بيدعموني، وقالوا لي إن هم واثقين فيا وإن أنا هطلع من الأوائل، والحمد لله حصل. أنا كنت يعني بقسمها على مراحل، يعني أول مرحلة كنت مش بذاكر كتير قوي، مثلا ساعة مثلا في اليوم كنت بلعب عادي وبخرج براحتي عادي، مش بعمل اي حاجه، يعني مش بضغط على نفسي قوي. بعد كده بدات بقى اخد الموضوع جد شويه، مثلا بقيت اذاكر اكتر مثلا شويه، ساعه زياده او ساعتين زياده، برده كنت بلعب بس مش كتير يعني، كنت بخرج برده عادي. بس المرحله بقى اللي بدات اشد فيها المرحله اللي قبل الامتحانات على طول، لان هذه اهم مرحله طبعا. وبدات اشد واشتغل عشان احقق هدفي، والحمد لله قدرت احققه. انصحهم ان هم طبعا يشتغلوا جامد وما يزهقوش. طبعا احنا ساعات بنزهق وده الطبيعي، لكن عادي انت لما بتزهق شوية خد بريك، ريح شوية عادي، ده الطبيعي، اي انسان بيتعب. وزي ما قلت انا اوريدي كنت بلعب وكنت بقضي حياتي عادي جدا. فحاول لما تعمل كده، حاول تعمل كده في المرحلة اللي هي تبقى قبل الامتحانات، اللي هي قبل تبقى اخر الامتحانات، لان انت في الامتحانات لازم تركز ان انت تبذل اقصى ما عندك، لان ده حلمك وانت داخل اوريدي ثانوية عامة عشان تحقق حلمك دوت. فما تقدرش ما تصغرش حاجة في الحلم دوت. يعني انا احمد ابو الفتوح، والد الطالب محمد أحمد السادس على الجمهورية. الحمد لله يعني ربنا وفقه ويعني حقق رانك كويس أو ترتيب كويس على الجمهورية، وإحنا الحمد لله يعني متعودين عليه من صغره، ربنا يكرمه يا رب. هو متفوق وإخواته متفوقين، والحمد لله يعني بفضل برضو والدته معلمه المنهجية إزاي يذاكر، إزاي ينظم وقته، والكلام ده كله من هو صغير. فالحمد لله طالع قادر يعمل كده، وربنا كرمه ان شاء الله وتوج مجهوده بانه يطلع السادس يعني، وان شاء الله ربنا يكرمه في اللي جاي. الف مبروك يا محمد وكل التوفيق ليك طبعا.